السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. عندي لكم هذا النهار وهاد الفطيره هادي بالخضر، زوينه للدراري الصغار. ما كيبغوش ياكلوا لنا الخضر في الصيف، ولكن هادي واحد الوصفه غزاله غزاله غزاله، فيها الخضر وصحيه للوليدات في الصيف وزوينه. ذوقوا مذاق وان شاء الله كنتمنى انها تعجبكم. نبداو على بركه الله المقادير ديالنا. بسم الله، عندنا العجين المورق، تقدروا تستعملوا حتى اللي ديال الدار ولا ديال الشريان. عندنا جوج، كنستعملوا جويجات لان كنديروا وحده لتحت وحده غنديروها الفوق. عندنا الفرماج محكوك، تقدروا تستعملوا النوع اللي كتبغيو نتوما ديال البيتزا ديال الكغاتان ديال كلشي. انا كنفضل هذا لان فيه ثلاثه ديال الفرماج. عندنا وحده ديال القرعه، عندنا جوج ديال الخيزو، كاين اللي كيقول جزر، كاين اللي كيقولوا كاروت، كاين اللي كيقول زروديه. كنتمنى نكون قلتها يعني تكون مفهومه. عندنا وحده ديال البصله البصل، عندنا جوج ديال البطاطا البطاطس، عندنا وحده ديال الفلفل. الفلفلات درتها حمراء لان عندي القرعه في الخضر، الو فضلت انني ندير الحمراء باش كتعطينا اللوين. وعندنا المعدنوس، وعندنا ضريس واحد ديال الثومه، عندنا الملحه، عندنا الزيتون اللي كيكون بالعظم، عندنا الكوري، عندنا الثومه مجففه، عندنا البزار. للتزيين عندنا السمسم اللي هو الزلجلان، وعندنا حبه البركه اللي كنقولوا لها حنايا سانوش. وغادي نديرو واحد شويه ديال الخرقوم البلدي. نبداو على بركه الله. بسم الله، غادي نديرو جوج معلقات ديال الزيت، وغادي نقطعو البصله وغنديروها عليها. ها انتما حبيباتي، كنديرو البصله مقطعه هكا مشلضه، وغادي نخلطوها مزيان 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 مزيان. بقاو كنحركو كنحركو الى حتى طيب، وغادي نحيدها وغادي نصفيها مزيان من داك الزيت اللي بقى، وغادي ندير عليها الفلفله مقطعه حتى هي بنفس الطريقه. ومن بعد الفلفله غادي ندير القرعه، عاود حتى هي غادي نحكها. القرعه غادي تكون محكوكه، ومن بعد القرعه ان شاء الله بحول الله غادي ندير خيزو حتى هو غادي نحكو وغادي نديرو. ملي غادي يطيب حتى هو غندير موراه بطاطا، ومني نسالي كلشي غادي نرجع معكم هكا باش ما يجيش الفيديو طويل. هانتوما البنات، داك شويه اللي بقى ديال الزيت من مر البصله غادي ندير فيه الفلفله. كنت باغا نقز المراحل ولكن شفت انه كاين اللي ما كيفهموش اللغه ديالنا، الوغ من الاحسن انني واخا نوريكم غير مرحله بمرحله غير الزربه. هانتوما البنات، موراها مول الفلفله هذاك الزيت اللي بقات فيها مع طلقات شويه ديال الماء ديالها، راه كتشوفوها الزيت بحال شويه ولا حمر. غادي ندير فيها عاوتاني القرعه، نطيبها ونرجع معاكم. هانتوما حبيباتي، مر القرعه، غادي ندير عاوتاني خيزو اللي هي الزروديه، وما كنزيدش الزيت يعني من الاحسن هكا. واخا كتجي بحال الخضر مشويه ولكن كدير داك نقيطه الزيت باش كدوزيهم في الاول وصافي، باش ما كيجيش فيها الزيت بزاف. هانتوما حبيباتي، من بعد خيزو غادي ندير بطاطا، عاودت هي تطيب بدا كتحمر، وغادي نحيدها ونبداو ان شاء الله نكمل. هانتوما حبيباتي، كلشي هما هادو، كلشي طايب الا المعدنوس والثومه، هما اللي كيبقاو خضر ما كنطيبهمش. كناخذ الزيتون كنقطعو على هذا الشكل هكذا حتى هو كنضيفو. سمحوا لي قبيله ما قلت لكمش الطون، الطون طبيعي كيكون ما فيه لا زيت لا والو، كنصفيوه من داك الماء ديالو حتى هو كنضيفوه. غادي نضيفو عليه الكوري تقريبا نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال الثومه مجففه، نص معلقه ديال البصل، نص معلقه ديال الخرقوم البلدي. كنضيفو الملح،
على حسب الطوق، كاين اللي كيبغي يكون فيه زياده الملحه، كاين اللي كتكون ناقصه، كل واحد على حسب الطوق ديالو. غنخلط هذا الشيء هذا كامل البنات، ومن الاحسن من الاحسن انكم ديروه في الثلاجه يبرد، لان خاص تكون الخلطه بارده باش ما تقطعناش الورقه. نصوبوا ان شاء الله بحول الله ونولي نرجع معكم. هانتوما حبيباتي من بعد ما خلطتوا كلشي كيولي لنا الخليط بحال هكذا. بالنسبه للبنات اللي ما يبغيوش يديروا الطون يقدروا يديروا كاشير، او تقدروا ديروا ملي كيبقى لكم الدجاج بحال اللي كنديروا في البسطيله، ملي كيبقى لكم الدجاج محمر ولا شي حاجه كتاخذوا داك اللحيمات اللي بقاو حتى هما كتفرتوهم تقدروا تستعملوهم. يعني عندكم الحريه في الاختيار ديال انكم باش ديروا هي الطون يا كاشير يا الدجاج يا اي حاجه اللي كانت كفته اي حاجه. هادي حبيباتي غادي نبداو دابا ان شاء الله بحول الله نعمروا العجينه ديالنا. هانتوما حبيباتي كتسرحوا العجينه هكذايا وكتبداو تحطوا فيها الخليط اللي وجدنا قبيله. صافي كنبقاو هكا كنحطوه. هانتوما خواتاتي كديروه هكذا وكتخليو هاد الجنيبات هنايا خاوين باش كنلقاو في نلصقوا العجينه مع بعضها باش ما تحلناش. هكذا كنزيدو عليها الفرماج، كنغطيوه مزيان بالفرماج على هذا الشكل هكذا، ونوليو نحطو العجينه الثانيه عاوتاني من الفوق. ها انتم اخواتاتي كتضغطوا عليها مع الجناب باش كتلصق لكم العجينه وما كتحلش بحال هذا الشكل هكذا. صافي ها انتم حبيباتي كتجيبوا زلافه كتحطوها في الوسط، في الوسط كتضغطوا شويه وكتجيبوا الموس وكتبداو تقطعوا على هذا الشكل هكذا. كنقطعوا 12 ديال الطريفات هكذايا باش ملي كنكونوا كنطوروها كنطوهم بجوج. غادي نكملها بتقطع ونرجع معكم. هانتوما خواتاتي قطعتها كامله، هانتوما حبيباتي غادي تشدوها هكا، كتشدو الاولى كتطويوها للجهه اليمين وتدوروها هكا وتولي عاوتاني الاخرى كتهزوها وكتدورو للجهه الشمال وكتلصقوها. غادي نكملهم كلهم هكذا ونرجع معكم. هانتوما حبيباتي الصفر ديال البيض وغي هو اللي غادي نبدا كندهن به. هنا غندهن كل شيء ونرجع معكم. هانتوما حبيباتي كيفاش كتجي دابا، غادي نديرها في الفران على درجة 180 درجة وغادي نخليها حتى تحمر مزيان وطيب ونتلاقاو ان شاء الله بحول الله. وشكرا لكم على كل شيء كل شيء كل شيء، شكرا بزاف بزاف بزاف، كنشكركم على التعاليق ديالكم وعلى كل شيء. هاني حبيباتي نتلاقاو من بعد. هانتوما حبيباتي كيفاش كتجي في الاخير، كتجي على هذا الشكل هكذا، رافقتها بشلاضه الغنيه على التعريف كل شيء كيعرفها ديال الخيار ومطيشه والخرى ديال البطاطا وخيزو، وهذه عاوتاني حتى هي كلشي معروفه، هذه زويتنات الحار اللي ما كيخطاش. انتما البنات ودرت لها هاد الديسير مخلط فواكه مخلطه، ملي كيكون متواجد عندنا كنقطعوه هكذايا باش الوليدات كيسهل عليهم باش ياكلوه، يشجعهم انه ياكلوا الفواكه مزيان. هذا عصير ديال الدار اللي ان شاء الله دابا نشاركو معكم حتى هو في القناه. صافي وهذه هي الطبيله ديالي، كنتمنى انكم تجربوا هذه الفطيره هذه ان شاء الله بحول الله وتردوا عليا في التعاليق. شكرا لكم، شكرا على التعاليق ديالكم، كنتمنى انكم تقولوا لي الراي ديالكم، اللي طيبتها تقول لي الراي ديالها، وان شاء الله بحول الله مازال المزيد. عاد بديت قبلوا عليا على حسب التصوير لانني عاد بديت، مازال عاد كيف اول فيديو مازال مرتبكه شويه،
كنشكركم بزاف وكنودعكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.